لو انت مش عايش في السعوديه وبتدور على بلد تبدا فيها من جديد، تعالى اقول لك ليه السعوديه احسن بلد تختارها في كوكب الارض كله. على مدار وجودي في السعوديه هنا لمده 6 سنين، عمري ما دخلت اي مصلحه حكوميه، لان ما فيش حاجه اسمها مصالح حكوميه. كل حاجاتك بتخلصها اونلاين من على ابلكيشنز بتسهل لك كل مصالحك الحكوميه وكل تعاملاتك بكل سهوله وانت قاعد في البيت. ما فيش حاجه اسمها شحطه وتنطيط عشان تخلص مصالحك، ولا في حاجه اسمها اطلع لمدام ميرفت ولا انزل لاستاذ عفاف. كل حاجة موجودة أونلاين على الابليكيشنز. الحاجة التانية، سواء كنت مواطن أو كنت مقيم، الناس هنا بتخاف من الحكومة جدا وبتعمل لها 1000 حساب. محدش يقدر يشتم حد أونلاين، ولا حد يقدر يشتم حد وهو موجود في وشه. محدش يقدر يتعدى عليك بأي طريقة من الطرق، حتى لو حد ضايقك في الشارع بكل بساطة هترفع كاميرا الموبايل كأنك بتصوره، حتى لو مش بتصوره بجد هيخاف، لأنه عارف إن في حكومة هتاخد لك حقك. في كذا حد من صحابي تعرض لموقف هنا في الشارع وبيتصل على خدمة 911، الشرطة بتجيلهم في خلال 5 دقايق بالظبط، وبتفرغ الكاميرات اللي موجودة في الشوارع وبتعمل تحقيق، وحقهم بيرجع لهم في نفس اللحظة. مفيش حاجة اسمها أنا مستنيكي، تعالي أنتي والظابط، أنا واقف مستني. تالت حاجة، وهي مرتبطة باللي قبلها، بجد قد إيه بلد الأمن والأمان. أنا بسيب عربيتي مفتوحة، بسيب شقتي مفتوحة، عمري ما في حاجة حصلت لي ان حد تعدى على شقتي او حد تعدى على عربيتي، لان البلد كلها مراقبة بالكاميرات، مراقبة بكاميرات شغالة بجد، مش كاميرا محطوطة ومش شغالة. والحكومة هنا بتحرص جدا ان الكاميرات تكون شغالة في كل مكان، ولو في محل او سوبر ماركت الكاميرا بتاعته مش شغالة دي مخالفة كبيرة جدا بتيجي عليهم. خامس حاجة، ودي مهمة جدا لحد حابب يجي يحوش فلوس ويمشي، ولو اني متأكدة ان محدش هيجي يعيش في المستوى الاجتماعي هنا او في المستوى الثقافي هنا وحيفكر ان هو يرجع تاني بلده، بس ولكن فرق العملة هنا كويس جدا، لان قيمة العملة عالية شوية، ففرق العملة كويس جدا انك تقدر تحوش فلوس. ده غير انه عن كل البلاد العربية او الخليجية التانية، الحاجات هنا الى حد ما تعتبر رخيصه. السكن يعتبر رخيص بالنسبه مقارنه باصحابي اللي عايشين في بلاد خليجيه تانية، وبيدفعوا نص الراتب او اكتر في السكن. فهنا هتقدر تحوش فلوس كويسه، لان السكن قليل، الاكل والشرب قليل. الحاجه السادسه والسابعه، بطلت اعد